استخراج البيض من فم الأنثى. عندنا كم أنثى هنا جاهزة، حاضنة البيض. عندنا هاي اليلو زيبرا، وعندنا هاي كذلك البيكوف هنا. إن شاء الله راح نطلعهن من الحوض وراويكم الطريقة شلون راح نطلع البيض من فم الأنثى. مثل ما تشوفون طلعنا سمكة واحدة، نطلع واحدة واحدة وراح نطلع البيض مالتهن. طبعا ايش راح تحتاج هو انه عادة أصحاب الخبرة إنه يطلع السمكة بإيده هيكشي ويطلع البيض، بس إنه للمبتدئين اللي ما يقدر يطلع البيض بإيده يقدر يستخدم عود مال الأسنان. هذا عود الأسنان مثل ما تشوفونه هذا، بس إنه لازم تكسر الرأس المدبب على مود ما يجرح فم السمكة. تقصه هيكشي وتنفه بحيث يكون ما بي بقايا خشب ناعمة. ونجي هسه نطلع السمكة، انكضها برفق. طبعا لازم تكون ايدك مبللة من المي، ما تصير بيها خشونة، صعبة كضتها. ورا ما تكضها تحاول تفشو. حاليا شوف شلون بدا يطلع البيض، شوف شلون بدا يطلع البيض. تبدي تفتح فم السمكة برفق وتطلع البيض. تحاول تدوس أسفل الفم شوية 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 شوية، مثل ما تشوفون طلع البيض. فم السمكة لولا الفم فارغ، وهذا البيض موجود مثل ما تشوفون بالباكيت. نرجع مرة ثانية نرجع السمكة للحوض. شكرا لكم. جبنا السمكة الثانية، طبعا هاي بيها أفراخ. شوف أول ما خليتها بالسطلة الصغيرة أوريدي طلعت أفراخ. هسه راح أراويكم شلون راح نطلع الأفراخ من عندها. مثل ما قلت لكم هذا العود، انه هذا العود تحاول تكسر الراس مالته على مود لا يجرح فم السمكه وتنظفه زين. تمسك السمكه برفق، تمسك السمكه برفق، تفتح فمها هيجي. شوف الطريقه، تفتح فمها هيجي. شوف شوف شلون طلع الهاي. تحاول تخليه بالماي، تخليه بالماي، ما شاء الله نسبه افراخ كثيره. وتضغط اسفل الفم برفق وتحاول انه تشيك مره ثانيه اكو افراخ لو لا. نعم اكو افراخ هواي كثيره. تضغط مره ثانيه اسفل الفم، وهاي الحصيله النهائيه للافراخ. تحاول ترجع السمكه للحوض مره ثانيه.